بعديد قرى ومشاتي ولاية أم البواقي، حيث هذه البنايات القديمة التي ظلت شاهدة على زمن الثورة وأمجادها، ما تزال الأغنية الثورية الخالدة تستلهم الكثير من الفنانين والشعراء والمبدعين. حبيب من جمعية أولاد محبوب بمدينة عين فقرون أظل متشبثا بالغناء الثوري. أول نوفمبر 54 تفكرت أغنيتين، سمحيني المهمة، سمحة يا يما، سمحة يا روح الجاهضة دي 54، روح الجاهضة في الوطن ينوغ، يعني يا يما سمحة يا من عرف لها تبليغ لو تبليغش تايا، سمحيني المهمة، تفكرت دي أول نوفمبر دايما تايا. أعضاء جمعية أولاد محبوب بعين فقرون يجلسون هنا للذاكرة بإحدى المناطق الريفية، فيطربونك بأغاني الزمن الجميل المرسخ لدى الأجيال حتى اليوم. يا سمحيني هاي لمي مايوان، أسمح يا غير درما، سمحي غاك بابا من ماويا، سمحي غاك بابا مماوي، هذا ما قدور العلايا. وطورات جدادنا وطورات ثورية، أنا مازال نحافظ على التراث والشاوي برب إن شاء الله، التراث لازم يبقى في التراث تاعه، ومازالنا نجري ونحافظ على التراث ونعلموا الجيال وكما علمونا الولين وكما. فالتمسك بالتراث الغنائي القديم أمس يشكل وسيلة للإبداع والأداء المميز للمطربين الشباب، كل حسب طريقته الخاصة، لتبقى الأغنية الثورية متأصلة متجذرة تأبى الاندثار.